تسمح لي يا كريم ناخد يعني الصديقة العزيزة جدا دكتور أنيسة حسونة عضو مجلس النواب. صباح الخير عليكي في البداية دكتور أنيسة، ورأيك إيه في موضوع الحملة الخاصة بمجلس القومي للمرأة لأني رجل؟ تفضلي. صباح الخير، صباح الخير عليكم نهاوند وكريم، وانا والله ببقى سعيده لما مداخلاتي في اليوم تبتدي مع قناه الاهلي. وانا طبعا رايي ان مساله احترام الكرامه الانسانيه للمراه هي مساله ما فيهاش نقاش. صحيح. اللي ما يقدرش يحترم زي ما حياتك كنت بتقولي زميلته، مراته، بنته، امه، يبقى احنا ما بنكلموش اساسا، هنكلمه في ايه؟ مفيش منطق في الموضوع. وبالتالي انا رايي، انا حتى لو بتساليني شخصيا انا كنت اسميها مش لاني رجل، لاني انسان. صحيح. اي بني ادم لازم يحترم المراه زي ما المراه بنطالبها باحترام الرجل. الاحترام لازم يكون متبادل. وبالتالي احنا عايزين يا رب ان شاء الله بالحملات دي نوصل لليوم اللي احنا مش لسه فيه بنتكلم هو ايه احترام المرأة يعني ايه. لا، حضرتك زيك زيي او زيي زيك، مسألة الاحترام المتبادل دي هي اللي بتبني مجتمع صحي، مجتمع نظيف، مجتمع لا يسيء افراده الى بعضهم البعض الاخر. ولذلك انا سعيده بالحمله وبتمنى نجاحها وبتمنى استمرارها لغايه ما تيجي الناس في يوم من الايام تقول خلاص احنا مش محتاجين حتى نقول كده. دكتوره انيسه، كان في ازمنه غابره كنا بنتكلم وبنسمع وحتى بنشوف افلام كتير بتتكلم على العنوان ده، حقوق المراه ومدى الصعوبه اللي يعني اللي بتتعرض لها المراه للحصول على يعني اضعف الايمان، ابسط حقوقها. بتهيألي ان احنا دلوقتي يعني عايشين مرحله زمنيه الوضع اختلف فيها 180 درجه، بقينا نشوف المراه وزيره، وبقينا نشوف المراه في مناصب قياديه كتيره جدا زي حضرتك انت شخصيا نموذج على اللي احنا بنقوله ده. فالتغيير اللي حصل ده حصل نتيجه ايه؟ ايه اللي استجد فبالتالي ابتدت المراه تحصل على الحقوق اللي كان المفروض تحصل عليها من زمن فات الحقيقه؟ بص، انا متفقه معاك، انت بتعيش في عصر بيعترف يعني بوضوح يعني جدا بحقوق المرأة. أنا رأيي السبب الأساسي هو الخطاب السياسي والإرادة السياسية للدولة. يعني لما أنت بتلاقي السيد رئيس الجمهورية يطلع في جميع الخطب يتكلم عن دور صحيح. المرأة صحيح. وعن احترامها، وإن طبعا. هو وزير المرأة وهو من يؤيد المرأة، حضرتك وصلت الرسالة الأساسية. ما ينقصنا، ما ينقصنا هي الثقافة السائدة، إن أنت صحيح. تبتدي بالتدريج في مناهج التعليم، في الاعلام زي ما حضراتكم بتعملوا، ان انت تتكلم يا جماعه احنا عدينا بقى المرحله دي اللي مضطرين نثبت فيها ان المراه لها احترامها. انت على فكره في الشريعه، في الاديان، في الادب، في الفن، واحنا دايما بنقول على نفسنا ان احنا شعب متدين بطبعه، فما ينفعش يكون التدين ده انتقائي في امور معينه طبعا. او سوري. صحيح. برافو عليك، برافو عليكم. احنا مش بننتقي اللي يعجبنا في الشريعه وفي الدين ونتكلم عنه. انت من 40 سنه كان في الفيلم بتاع مراتي مدير عام بتاع صلاح ذو الفخار وشاديه. وبعدين معلش انا بزعل منهم، نرجع نتكلم دلوقتي تيمور وشفيقه. ايوه، فالمقارنه يا دكتور اللي يعني كانت موجوده تدل يعني دلت على شيء، تدل فعلا على تدني الثقافه الى حد كبير. يعني احنا بنعمل بعض، انا بقول بعض الناس بتعمل طبعاً. ان حقوق المراه دي زي ما تكون تكرم من الرجل. لا، حقوق المراه دي مثبته في جميع الاديان وفي جميع الشرائع، وهي على فكره اي نفسيه سويه بتحترم المراه. يعني اصل انت هتهينيها ثم تعيشي معاها ازاي يعني؟ او لا تؤمني بحقوقها ثم تربي هي اولادها ازاي؟ انا دكتور انيسه عايزه اروح بقى مع حضرتك لنقطه كمان مهمه جدا بما ان احنا فتحنا هذا الملف، وهي فكره بقى مش هنا الرجل الذي لا يعترف بحقوق المراه وبدورها في المجتمع واهميتها وذكائها ايضا، وان هي لا تقل يعني عن الرجل في شيء، للمراه التي ترى وتقتنع ان هي اقل من الرجل. يعني للاسف هي بتكون نتاج بعض الافكار الذكوريه هنقول اللي كانت برضو في السابق. انا بحضرتك ان الفكر ابتدى فعلا يختلف الان، ولكن هي نتاج هذه التربيه، وبالتالي اصبحت هي يعني معتقده ان هي فعلا مواطن درجه تانية، هي لا تصلح لبعض الاعمال، هي هي هي. فازاي الفكر الخاص بالمراه نغيره، او مصطلح هنا قهر المراه للمراه الموجود برضو؟ بصي، ما فيش غير سبيل واحد اللي هو دايما يقول ان انت مناهجك الدراسيه يبقى فيها قصص تعلي من شان المراه وتعلي من شان الفتاه الصغيره ودورها، وان هي لها راي
وان المدارس يبقى فيها انتخابات لرائده الفصل اللي بتمثل الفصل في المجلس بتاع الطلاب بتاع المدرسه او بتاع الجامعه. صحيح. تاني حاجه الاعمال الفنيه اللي بتعمل كده. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا طول عمرنا انت عندك الملكات من ايام حتشبسوت وعندك المراه المصريه الفلاحه اللي بتدير منزلها مع زوجها، هي لها دور اساسي. احنا من غير ما حد يزعل مني، اللي اثر فينا هو بعض التفكيرات الانتقائيه للتعليم الدينيه، فابتدينا نتاثر بتعليم وافكار دول اخرى دلوقتي بتتقدم عندنا وتعلمنا وتقول حقوق المراه. مصر طول عمرها منفتحه ومصر طول عمرها بتحترم الرجل زي المرأة، ما شفناش في أفلام قبل كده في الأفلام الأبيض والأسود حد بيهين المرأة أو بيعملها إنها أقل. فإحنا محتاجين للتعليم وللإعلام الاثنين مع بعض، والدراما والقوة الناعمة. أنا بتفق مع حضرتك طبعا. بشكرك جدا دكتور أنيسة حسونة، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة الأهلاوية الأصيلة كمان وعضو مجلس النواب، شكرا ليك. ونقاط هامة جدا ذكرتها دكتور أنيسة وآخر حاجة بس سريعا قبل ما نكمل، هي فعلا قصة هنا الدراما والسينما جداً. بيبقى لها تأثير كبير جدا 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 على كمان النشأ الصغير، إن هو إحنا على طول 24 ساعة قدام أو يعني معظمنا قدام التلفزيونات وبنتفرج، فأنت بتاخد ثقافتك كطفل صغير طبعا. من الدراما ومن السينما، فلما تشوف ان المرأة في الدراما وفي السينما مش بتصور كشخص بيهان او بيتم التقليل منه او زي ما بنشوف في بعض الاعمال، انت بتنشأ نشأة اعتقد سليمة وبتدي يبقى عندك ادراك. فاحنا نتمنى فعلا يكون في نظر في الدراما المصرية والسينما، مش بعض الاعمال ده في الكثير من الاعمال. وبعدين حتى لا ياريت الموضوع كان محصور على السينما، السينما دي الواحد بيروحها بكامل ارادته، هو اللي بيروح بيتوجه لدار العرض عشان يقطع تذكره ويدخل يتفرج على فيلم معين. لكن المأساة الأكبر إن احنا بقينا نشوف يعني في الفترة اللي فاتت شفنا مجموعة كبيرة من الأعمال الدراما التلفزيونية، مسلسلات تلفزيونية يعني بتدخل كل البيوت ومتحقق فيها كلام اللي انت بتقوليه ده، واللي طبعا كان لازم يحصل فيه تغيير بشكل جذري الفترة الجاية.